السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. عندي سؤال لحضرتك يا شيخ مصطفى. اتفضل. بتاع سورة الكهف يوم الجمعة. هو قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، أمر الله بين الجمعتين، هل هذا صحيح؟ لا يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه من قول ابي سعيد الخدري. وعن ابي سعيد الخدري ايضا في رواية مقيدة بيوم الجمعة ورواية مطلقة. فإن فعلت به فحسن، وهذا رأي الجمهور، والله أعلم.